السلام عليكم أعزائي الطلبة. اليوم محاضرتنا Superposition of Wave. راح نعتمد هذه المحاضرة بالمنهج، والمحاضرة اللي نزلت لكم إياها قبل فترة اتركوها، لأن أصلا هي يعني محاضرة مو واضحة الصراحة. فإحنا اتفقنا وضفنا هاي المحاضرة الجديدة تكون أوضح بيها، وبها أمثلة ومن يقرأها الطالب يستفاد منها. بالنسبة لذيك كانت معقدة ومو مستواكم الصراحة، يعني أصعب مما به المنهج، لذلك تركناها. As we have seen previously, the defining property of the wave is that it can be described by a wave function of the form. هسه راح نوصف أي موجة معينة خاصية، سواء كانت موجة توافقية أو أي موجة موجودة. فإحنا هنا يكون شكل المعادلة y يساوي f x ناقص ال vt، هذه for any wave لأي موجة. أما إذا كانت موجة هارمونية فال y شو يساوي لنا؟ a sin k x ناقص ال vt، هذا شكل الموجة الهارمونيك. أخذنا هذه الموجة. where ال y is the شنو؟ ال y is the wave displacement، إزاحة الموجة. for straight wave لموجات الواقفة، ال y is the mechanical displacement، يعني ال y شو تعرف هي الإزاحة الميكانيكية of a straight particle لجسيمة form شكلها from its center position، يعني لجسيمة سحبت أو تحركت بالنسبة لمن؟ إلى موقع center، يعني المركز مالتها. هذه المن for straight waves. أما for sound waves in a gas، موجات الصوتية في الغازات، ال y could be either the mechanical displacement for a molecule from its center position. أمين تمثل هنا الإزاحة الميكانيكية للجزيئة من موقع استقرارها أو موقع المركز. Our an associated gas pressure، والضغط الغاز المرافق. Difference يختلف from ambient pressure، يعني الضغط المرافق إلها يختلف عن الضغط الخارجي للجزيئة الغاز. أما بالنسبة للراديو ويف شو تعرف الواي؟ The displacement would be an electric or magnetic field factor، بالنسبة لمتجه المجال المغناطيسي أو الكهربائي، يعني حسب شكل الموجة فتختلف تعريف الواي بالنسبة إلها. When two different waves، رح ناخذ اثنين موجة. تتمر رخصة الصوت ماكو ما موجود. ها العفو. Superposition هنا أنا شكل الموجة ال fx ناقص ال vt، والواي يساوي لنا اي ساين كي اكس ناقص البي تي، هذه شكل الموجة بالنسبة لمن؟ لأي موجة موجودة. أما الشكل الثاني هو موجة هارمونيك توافقية، فعندنا الواي هنا شو تمثل لنا؟ واي ويف ديسبليسمنت. هاي الويف ديسبليسمنت الواي تعترف يختلف تعريفها بالنسبة للموجات. فمثلا فور سترينج ويفز، بالنسبة للسترينج ويفز الإزاحة الميكانيكية، الإزاحة الميكانيكية المن for straight particle from its center، بالنسبة للجسيمة عن من؟ عن موقع استقرارها أو موقع المركز مالتها. فهنا الجسيمة شو تمثل هنا؟ تخيل الجسيمة كأنها متوترة عن موقع الاستقرار، سحبت يعني. فهنا الموجة الواي الإزاحة هي مسافة اللي سحبت بها الجسيمة عن موقع استقرارها. أما بالنسبة للموجات الصوتية for sound wave شو تمثل لي بالغازات؟ الواي هم شو تمثل لي؟ mechanical displacement، الإزاحة الميكانيكية للجزيئة from its center position، عن موقع استقرارها. أو an associated gas pressure الضغط المرافق المن difference يختلف from abatement pressure، يعني عن الضغط الداخلي.
بالنسبة للراديو ويف، the displacement could be on an electric or magnetic field factor. يعني بالنسبة للموجات الصوتية أو الراديوية العفو، الإزاحة شتمثل لي هي متجه المجال مغناطيسي أو كهربائي. يعني هنا الواي تختلف حسب نوع الموجة المستخدمة. When two different waves، عندنا موجتين مختلفتين اثنين of the same time، لازم مختلفات ولكن شنو من نفس النوع. Pass simultaneously through that the same point in space، يعني انطلقا متزامنات اثنينهن في نفس النقطة في الفضاء. Individual wave displacement at الموجة الناتجة شو تمثل للواي، شو يساوي لنا واي 1 زائد واي 2. يعني المحصلة الناتجة للإزاحة الموجتين انطلقن بنفس الوقت حاصل جمع الموجتين. واي 1 شو تمثل لي the wave displacement at the point due to the first wave only، يعني المن الموجة الأولى. أما الواي 2 the wave displacement at the point due to the sound wave only، يعني المن الموجة الثانية. أما الواي the total result wave displacement at the point due to the both waves، بالنسبة لمن للموجتين المحصلة الكلية المن للإزاحة الموجية. Equation wave 1 شو تمثل لهذا principle of superposition، يعني هاي المعادلة هي تمثل لي مبدأ أو المدخل المن للتراكم. عندنا أنواع من التراكم، التراكم الخطي والتراكم أنواع أخرى. إحنا راح نأخذ هنا لينر سوبر بوزيشن اللي هو شنو واي شي يساوي لنا واي 1 زائد واي 2. شو تمثل لي waves؟ عند موجات propagate through media، خلال وسط معين. by deforming the media، بواسطة معرفتنا أو تشكيلنا لهذا الوسط. if the amplitude السعة of a wave is small، إذا كانت السعة للموجة صغيرة. this deformation هذا التشكيل would be within the elastic limit of the medium، يعني شنو التشكل اللي راح يصير بين الموجات راح يكون ضمن حدود الحدود المرنة المن للوسط، يعني elastic limit الحدود of the medium للوسط. and proportional to the wave forces، وتتناسب مع من مع قوة الموجات causing it، تتناسب مع القوة الموجية اللي سببت هذا. يعني شنو إذا كانت الساعات السعة قليلة فيكون هنا التأثير والتشكيل ضمن حدود المرونة للموجة للوسط نفسه، اعتمادا على من اعتمادا على القوة المؤثرة. When more than one such wave passes a point in a such medium، يقول إذا نفترض أكثر من موجة واحدة يمرن بنقطة واحدة بنفس الوسط، يعني نفرض اثنين. For the visual amplitudes added linearly، يعني شنو السعة مالتهن راح تنضاف بصورة شنو خطية، لأن هنا ينطلقن سوية. As in equation 1. However in extreme cases، بحالة خاصة where we have amplitude are large، أما إذا كانت الحالة الثانية، إذا كانت هاي الحالة الأولى تكون الساعات شبيهة صغيرة، أما إذا كانت الساعات كبيرة where have amplitude are large the elastic limit يعني حدود المرونة of the medium can be exacted، يعني تخترق الحدود هنا المرونة للوسط اللي تنتقل بين موجتين راح يخترق. and amplitude will add on non-linear، يعني شنو راح تكون صورة الموجة الناتجة بالتداخل تكون صورة غير خطية. يعني equation 1 does not hold، لا راح تطبق. We will consider only the linear position case equation 1. راح تعتمد المعادلة واحد المن للlinear superposition. We will assume the superposing
ويف تو بي هارمونيك ساين سودا. هسه راح نفرض عندنا تراكب الموجات من الساين سويل. These waves can differ in amplitude, frequency, wave velocity and direction to travel. يعني نفرض عندنا موجتين هارمونيك داخلا، ذن الموجات راح يكون المختلفات بيمن بالسعة والتردد وسرعة الموجة واتجاه الانتقال. Whilst any two waves can superpose. عندنا موجتين داخلا. The most important case we are where the two waves are identical except in one wave parameter. راح ناخذ موجة مؤثر واحد يعني كلهن ثابتات راح نفرضهن متشابهات، نفترض بأن تغير واحد فقط للموجة. We will deal with the following case in which the following single difference يعني اختلاف واحد فقط. راح ناخذ standing wave وبيلز العقد وانترفيرس. شنو هنا عندنا؟ التداخل. الويف ترافل ان اوبسايد دايركشن. standing wave عندنا الموجات تنتقل باتجاه معاكس. البيلز we have slightly different frequency. بالبيلز راح نفرض تمتلك ترددات مختلفة. اما بالانترفيرنس حتى نحصل على التداخل تكون الموجات مختلفة بمن؟ بالطور. اذا بالتداخل تكون موجات مختلفة بالطور، والبيلز تكون بالحواجز تكون الموجات ممتدة او متوترة بواي different frequency. اما الستاندينج ويفز تكون opposite direction. opposite direction. هسه راح ناخذ اول حالة اللي هي بدو standing waves. This is our first case of superposition. ان اول حالة المن للتراكب اللي هي فرضناها عندمن عند تكون تنتقل في اتجاه مختلف. Standing waves occurs يعني الموجات الواقفة تحدث when two identical waves transfer in a medium in opposite direction تنتقل في اتجاهات مختلفة. عندنا موجتين في وسط ينتقلان في موجات مختلفة راح يصير عندنا standing wave. This happens when a wave is continuously reflected back along its path. يعني نفترض ان الموجة راح تنعكس بصورة مستمرة راجعة لمن؟ إلى المسار اللي قدمت منه. So that the original and reflected wave passes through each other. يعني هنا انتقلت باتجاه مختلف. يقول افترضها بأن هي الموجة انتقلت وانعكست ورجعت للموقع الثاني، فراح يصير عندي موجتين متداخلات. لاحظوا هنا أنا. ها عندي the original wave انتقلت بهذا الاتجاه. Reflected wave من تنعكس تنتقل بالاتجاه المعاكس. Example. Four stringed musical instrument. يعني نفرض الأوتار الموسيقية. Such a piano, guitar, violin. A string is blocked or otherwise destroyed. يعني يصير شبيهة مضطربة الأوتار بيها. So that wave propagate موجة تنتقل along the string خلال الوتر تنتقل الموجة خلال الوتر بالآلة الموسيقية. Or reaching the end of the string لحد ما توصل المن إلى نهاية الوتر. This wave is reflected back راح ترجع المن من توصل نهاية الوتر ترجع. So that the standing wave is established on the string. The standing wave الموجة الواقفة is the source of the musical note هي المصدر. إذا الموجة الواقفة العفو هي المصدر للتونات الموسيقية النوتات العفو الموسيقية. Wind instruments they are similar يعني وكل الطبيعة مشابهة للأجهزة الأخرى. Except that the wave is a sound wave in air يعني شنو هي عبارة عن هذه تمثل ان الموجة هي موجة صوت بمن في الهواء. اما بالليزر in lasers a light wave موجة ضوئية is sent through a cavity خلال تجويف.
ترسل موجة ضوء خلال التجويف باوندد محددة باي تو ميررز. عندنا جرافيتي فراغ أو تجويف محدد بواسطة مرآتين على جوانب التجويف. The light wave reflected back and forth يعني بترجع مرة ثانية الموجة between two mirrors. So an optical standing waves يعني الموجات المواقف الصوتية الأوبتيكال is set by in the cavity يعني الموجات الصوتية راح تنتقل داخل من داخل الكافيتي يعني داخل تجويف الليزر. The properties of the laser light depend largely on this standing wave. يعني أساس عمل الفيزياء يعتمد بصورة كبيرة عليه من على الستاندينج ويف. إذا تطبيقات الستاندينج ويف عندنا بالأوتار الصوتية وبالليزر. ذن تطبيقين تقدر تذكر لي إياهم، تذكر مبدأ الشرح مالتهم شلون. واحدة داخل التجويف تنتقل الموجة بالرفلكتد، والثانية على التونة عفوا الدوتة الموسيقية اللي هي تنتقل على طول الوتر وترجع تنعكس مرة ثانية على طول الوتر مرة أخرى اللي هو كما في الجيتار والبيانو والفيايلون. هسه راح ناخذ standing wave graphical. شلون نرسم الموجة الواقفة المتراكمة. For understand the standing wave we will look at the detail for their development graphically. We start our look نبدأ بمن باتجاه الساعات التي ساوينا صفر. لاحظوا هذه الموجة at التي ساوينا صفر. When the two oppositely traveling عندنا واحدة موجة تنتقل بهذا الاتجاه وهذا اللون البنفسجي ينتقل بمن بهذا الاتجاه، واحدة باتجاه الاكس واحدة باتجاه سالب الاكس، وهنا الواي هو ارتفاع القمة اللي هو الازاحة للموجة المتراكمة. Two oppositely traveling waves are in phase with each other في طور نفس الطور بالنسبة إحداهما الأخرى. There some the standing wave is showing in red. يعني الجمع مالتهم يظهر لنا باللون الأحمر المتقطع. تمام؟ إذا أنا عندي موجتين نفس الطور. هذا الخط صاير بنفسجي وأزرق متقطع. فواحدة تمثل لي X direction وواحدة سالب X direction. جمعت الموجتين سوية بما أنهما نفس الطور. حصلت على اللون الأحمر اللي هو تراكب الموجة الواقفة y1 y2. T شو يمثل لي بريود يعني الزمن الدوري، واللمدة يمثل لنا طول الموجي on each other the traveling wave لكل الموجات المنتقلة. يعني احنا قلنا كل شيء يساوى بيها بالستاندينج ويف ما عدا اتجاه انتشار الموجة، هذا الفرق بيناتهم. تايم تي على شقد؟ على 8. The blue هذه الموجة منتقلة بزمن دوري مقدارة تي على 8. Blue the wave has moved distance شقد تمثل لي؟ لمدة على بي in the x direction. لأن تعرفون احنا تي شي يساوي 2 باي على لمدة، لا عفوا 2 باي على دبليو. فعندنا هنا تي بالx direction and the purple البنفسجي المتقطع المرافق وياه و the wave traveling لمدة على 2 بس المن in the سالب x direction بالاتجاه الآخر. read some wave حاصل جمع الموجتين has not moved لا ينتقل but is the magnitude has been reduced بس فقط مثل لي قيمة من قيمة الموجتين. بس تلاحظون هنا إذا انتقلت t على 8 الموجتين واحدة انتقلت باتجاه الاكس وواحدة بسالب الاكس من اجمعهم لاحظوا الخط الاحمر هنا قل reduced القيمة مالته شبيهة قلت. ليش؟ لان الزمن الدوري قل. The full development التطورات of the standing wave in our time t showing in the next side بالاتجاه هنا تمثل لي بالاخر
لاحظوا هنا جرافيك سيكونس ات تي يساوي صفر لتي، يعني هسه اذا ازداد الزمن بلحظة تي يساوي لنا صفر، الموجة المتراكبة هذا الأحمر الناتج، لاحظوها هنا إذا تي شقيت تي على 8 زاد الزمن شقيت، لاحظوا الموجة تخلف بينات الفرق الزمن الدوري بيناته تي على 8، فالموجة المتراكبة قلت السعة مالتها الأحمر، بعدها هنا نزلت reduced magnitude، هنا تي صار 4 تي على 8، 4 تي على 8 يعني تي على 2، لاحظوا هنا الموجة شبيه هنا اختلف، أما 5 تي على 8 هما كذلك، و6 تي على 8، لاحظوا 6 هنا 7، فهذا تمثل هنا اختلاف تأثير الزمن الدوري البريود المن على سعة الموجة الناتجة. Standing wave only اللي هو الموجات الواقفة وحدها. Let us extract the standing wave the same wave هذه موجة ناتجة بس بدون ما تظهر لي الموجات الباقية وياها. From the graph in the previous slides اللي رسم اللي فات أخذنا بس الموجة المتداخلة over the time interval اللي هو من الصفر للتي على 2 اللي هاي. Note that the animation not will be render in the PDF drawing all this same wave not the same graph using different colors. يعني هنا استخدمنا ألوان مختلفة عندما عند أزمان مختلفة، هنا تي يساوي لنا صفر العفو، فهنا تي يساوي لنا صفر، هنا تي يساوي لنا 2، هنا تي يساوي لنا 2.5، فهنا يمثل لي يوضح لي لاحظوا هنا أنواع التراكب تختلف هنا باختلاف من الزمن الدوري. هنا يمثل لي الرسم عن العقود يعني البطون نوتس وانتي نوتس، داخل هذه يسمونها عقد، وهذا داخل شي يسمونه نوتس البطون، فهنا البنوس انتي نوتس يعني بطن ليست عقدة، اما هنا شي يسمونها هذه يسمون نقطة التلاقي بين موجتين بديد تراكبا سوية يسمونها نوتس. بس يوضح لك بعد العقد والبطون. Along the x axis على طول ال x axis there are point هناك نقاط such as p وال q وال r وال s هذه النقاط where the amplitude of vibration is zero سعة التردد هنا، لاحظوا هنا السعة شقد صفر. These points are called شو يسمون هذه النقاط نوتس نودات يعني العقد. Point midway النقاط في وسط between notes في منتصف بين عقدة وعقدة هذه تعريفها have a maximum amplitude تمتلك أعلى سعة. These points are anti notes إذا هذا تعريف النوتس وهذا تعريف الأنتي نوتس يعني البطون اللي هو غير عقد. بين الجينس نوتس بين العقد عفوا بين العقد المجاورة between P and Q all points move together كل النقاط شبيهة تتحرك معا are in phase في نفس الطور between points between P and Q are جيد 180 درجة ديجري out of the face with point P and Q يعني يقول هنا تتحرك بمقدار جيد 180 بين العقد على الرسم هو ال P and Q are in phase هنا جيد عندي هنا بيناتهم 180 لا هنا بنفس الفيس with points between the R and the S إذن هنا نفس الطور
مع من؟ مع الار والاس، البي والكيو. لكن 180 بين البي والكيو فرق ايش قد؟ 180. منها 90 ومنها 90 شو يصير؟ 180 بين هاي النقطة وهاي النقطة. أما بين هاي النقطة وهاي النقطة بالنسبة للنقاط الأخرى فهي كلها نفس الطور. These waves are called، هذه الموجات ايش تدعى؟ standing or stationary because their nodes and antinodes position remain fixed. ليش يسمونها موجات واقفة؟ لأن كل البطون هذه والعقد، البطون والعقد تكون واقفة أو ثابتة في الموقع دائما، تبقى ثابتة remain fixed، تبقى ثابتة فيسمونها واقفة يعني ما تتحرك، فتبقى العقد كأنما شيء ثابت بس تنتقل الموجة باتجاه معاكس. Separation between nodes بين البطون الفواصل by comparing the standing waves بهذا الرسم يقول إذا قارنا with the two component traveling wave، عندنا موجتين منتقلات، موجتين هاي موجة وهاي موجة منتقلات، نقارن بهذه الموجات. It is clear that the distance between adjacent nodes بين هذه العقد المجاورة، هذه عقدة وهذه عقدة، فتكون المجاورة بيناتهم is half of wavelength، هي نصف من نصف الطول الموجي. It's half يعني من هاي النقطة، من هاي العقدة لهاي العقدة شو تمثل لي؟ تمثل لي نصف الطول الموجي، نصف الطول الموجي لمدة على 2. إذا بين عقدة وعقدة ايش قد؟ نصف الطول الموجي. ستاندينج ويف ويف فانكشن، هسه نجي لمعادلة الموجة، الموجة الواقفة. تعرفنا عن الموجة الواقفة وعرفنا شلون شكلهن، شلون يتراكبن، وشنو الخصائص. هسه راح نجي عليمن على الدالة مالتها. Next we develop the wave function for a standing wave. Standing wave occurs when the two identical waves transfer in a medium in opposite قلنا شنو direction. We will assume the harmonic wave. ونفرض هاي شنو harmonic wave، موجة توافقية. هاي عندي موجتين ينتقلان بطرف مختلفات. ال A راح نرمز لها amplitude وال K wave number العدد الموجي وال W angular frequency. We first write the wave function for each traveling wave. هسه راح نكتب الأولى والثانية. الأولى initial wave الموجة الابتدائية أو العفو الأساسية الرئيسية اللي هو ال Y1، شو يساوي ده؟ A sin راح ناخذها هارمونيك قلنا. A sin Kx ناقص Wt. زين الموجة الثانية اللي هي فرضناها شنو؟ reflected wave موجة منعكسة. y2 شو يساوي لنا؟ a sin kx بدل ما ناقص شو يصير؟ لان عكس الاتجاه زائد wt. هسه اخذنا موجتين. where the y1 and the y2 are the individual displacement for each wave، يعني نفرض هاي الازاحات للموجتين. at any point عند اي نقطة ال x in the medium at any time t the result displacement ال y will be. الواي شو يساوي لنا؟ واي 1 زائد واي 2. اجي اكتب واي 1 شو يساوي لنا؟ اي ساين كي اكس ناقص دبليو تي زائد اي ساين كي اكس زائد دبليو تي. اجمعها وش يصير؟ 2 اي ساين كي اكس كوساين دبليو تي. ليش؟ من علاقة الساين الفا زائد ساين بيتا شو يساوي لنا؟ 2 ساين الفا زائد بيتا على 2 كوساين الفا ناقص بيتا على 2. هاي متطابقة رياضية. من هاي العلاقة حصلنا عليها من ساين كي اكس كوساين دبليو تي. ليش؟ لان عندي هاي وهاي راح تختصر بهذا الحد، فتبقى لي منو؟ دبليو تي. ستاندينج ويف ويف فاكشن معادلتها شو يساوي لنا؟ 2 اي ساين كي اكس كوساين دبليو. هذه معادلة الموجة الناتجة من التراكم.
interpretation of wave function. هسه شلون نمثلها؟ الواي احنا ايش قلنا؟ يساوي لنا 2a sin kx cosine wt. if we fix t، هسه راح شو نثبت؟ نثبت الزمن. معادلة 3 becomes الواي شو يساوي لنا؟ 2a sin 2a cosine wt ثبت sin kx. هذا كله اذا ثابت شو يسمونه؟ a amplitude، سعة كمية ثابتة. اذا ثبتت الزمن راح من اللي يتغير عندي؟ الازاحة والطول، العفو العدد الموجي، وتصير a sin k x. وين ال a amplitude اللي هي 2a cosine wt x on amplitude of the standing wave pattern، يعني الموجة الناتجة تمثل لي السعة إلها. At particle moments عند لحظات معينة represent graphically in the individual sine curves plotted above. هذا شكلها الرمز مالة الرسم ال standing wave. هسه if we الحالة الثانية if we fix شنو ال x راح نثبت الإزاحة. فش تصير المعادلة 3 y شو يساوي لنا 2 a sin kx دخلناها ويا السعة، وبقت لي كوساين دبليو تي هي المتغيرة. فش يساوي لنا هذا شو يمثل لنا؟ a برايم، حتى ميزها عن الأولى بدلالة منو؟ تثبيت الاكس. اي هذا كلها a برايم كوساين دبليو تي. وير ال a برايم شو يساوي لنا؟ 2 a sin kx acts as an amplitude term giving the amplitude of the vibration of particles particle located at the given x value. يعني ثبتت الإزاحة تمثل لهذه تمثل السعة المعطاة للجسم المهتز vibration in the x value. البطول، مواقع البطول from wave function راح نشوف شو يكون شكلها. We can find the position of nodes from the wave function standing wave function. الواي شو يساوي لنا؟ 2 a sin kx cosine wt ويساوي لنا a cosine wt. At nodes عند العقد the amplitude of vibration particles is جيت صفر، لأن السعة صفر هي كلهن السير الاختصار هنا أنا. يعني عيد هذا البطن، لاحظوا عيد هذا البطن، شو تكون السعة؟ ماكو سعة، ما عندي سعة، هي هاي السعة. فأنا هنا ايش قد السعة؟ امبليتيود صفر. إذا للأي شو يساوي هي؟ 2 a sin kx، ايش قد هاي؟ صفر. إذا kx يا قيمة تحقق لي السعة تطلع للصفر، يعني يا قيمة تطلع لي ساينها صفر، اللي هي منو؟ صفر، والباي، واثنين باي، وثلاثة باي. تمام. اذا والاكس شو يساوي لنا؟ صفر واللمدا على اثنين، واثنين لمدا على اثنين، وثلاثة لمدا على اثنين. من نعرف احنا الكي شو يساوي لنا؟ اثنين باي على لمدا، حتى عوض هنا اثنين باي على لمدا حتى تطلع لي القيمة. ايش قلت؟ كي اكس صفر، لازم شو اطبق هنا؟ كي اكس تطلع لي صفر وباي واثنين باي. الكي هي 2 باي على لمدا، والاكس صفر، فعوض هنا صفر ولمدا على 2، حتى من اعوض هنا اللمدا وين اللمدا تروح؟ وش تبقى لي؟ اذا عوضت هنا صفر تطلع لي قيمتها صفر. اذا عوضت هنا لمدا على 2، 2 وين 2 تروح؟ واللمدا وين اللمدا تروح؟ وش تبقى لي؟ باي. حققت الشرط الثاني، اذا اخذت 2 لمدا على 2، 2 وين 2 تروح؟ تبقى لي شقد؟ باي. وهكذا. اذا هذن الشروط اللي حقق لي منه تكون السعة الموجة الفابريشن عند البطون، العفو عند العقد، ايش قد لكل الازمان، فتمثل لي هذا الشرط. Notes are equally spaced، مساوية العقود عقد بما بالازاحات، يعني وحدة عن هاي الوحدة متساوية بالازاحة. are separated by the distance، وقلنا تفصل بين عقدة وعقدة ايش قد؟ نصف الطول الموجي. لمدا على 2، وير اللمدا؟ is the wavelength of their of the components traveling wave.
لحظة هنا بالرسم، من هنا لهنا لمدة على اثنين، من هنا لهنا شو يصير؟ اثنين لمدة على اثنين، يعني من هاي النقطة لهاي النقطة. منا لمنا واحد اثنين ثلاثة، يعني ثلاثة لمدة على اثنين، وهكذا. انتي نوتس اللي هي البطون، position from wave function شلون تتحقق؟ we can also find the position of antinode موقعهن from the wave function من هذه المعادلة. احنا قلنا 2 a sin kx cosine w t، ايش تاخذ؟ a cosine w t، ليش؟ لان عندنا بيها زمن البطون. راح نجي ال antinodes the amplitude of vibration of particle is maximum، تكون اعظم ما يمكن هي منه العقدة، العفو السعة، يعني هنا أعلى ما يمكن هي السعة، فتكون السعة الـ amplitude 2a sin kx اللي هو 2a sin kx ايش قد لازم تطلع لي؟ واحد، تمام؟ يتمثل 2a ضعف السعة. ليش ضعف السعة؟ لأن هي السعة الأولى زائد السعة الثانية، سعة الجسم الأول زائد سعة الجسم الثاني، تطلع لي ايش قد؟ تطلع لي 2a. فمنو تحقق ال 2a و 2a تختصر تصير واحد، اذا ساين كي اكس واحد. منو اللي طلع لي الساين واحد؟ اللي هن منو؟ الباي على اثنين 90، وثلاثة باي على اثنين، وخمسة باي على اثنين، وسبعة باي على اثنين، وهكذا تحقق لي شقيت القيمة الساين واحد. منو اللي تحقق لي الكي اكس باي على اثنين؟ اللي هو عندما اعوض الكي هي اثنين باي على لمدة، والاكس ايش قد اعوضها؟ لمدة على اربعة، حتى اختصر اثنين باي اثنين تبقى اثنين، العفو اربعة اثنين، لمدة وين لمدة تبقى؟ تبقى باي على اثنين، حققت اول شرط. زين الثانية، كي هي اثنين باي على لمدة، الاكس ايش قد؟ ثلاثة لمدة على اربعة، ثلاثة لمدة على اربعة، لمدة وين لمدة تروح؟ اثنين باي اثنين قتلو روح، يصير ثلاثة باي على اثنين، خمسة باي، وهكذا. إذا هذه تحقق الشرط لتكوين منه البطون، ذاك الشرط المن لتكوين العقد. For antinodes are equally spaced، مسافات مفاصلة، separated by distance of lambda على الاثنين، and located midway between the nodes، ودائما واقعة في من؟ وين؟ بمنتصف بين البطون، بين العقد العفو. لاحظوا هنا أنا. واللي هي منا لمنا شقيت لمدة على اثنين هنا، اذا هذه من هاي النقطة لهاي النقطة هي منا لمنا نص، منا لمنا شو يمثل لي؟ ربع، ربع الطول الموجي، منا لمنا ربع بربع بربع ثلاثة ارباع، منا لمنا ومنا ثلاثة اربعة خمسة، شو تمثل لي؟ خمس ارباع، وهكذا سبع أرباع، وهي اللي تحقق لي هذه ثلاث أرباع، خمس أرباع، سبع أرباع، اللي هي تمثل اللي تحقق للشرط البطون. هاي كل شرط ورسمه. مثال: A standing wave is represented by the following wave function. Y إيش قد مطيني إياها؟ بوينت أربعة بالألف ساين مية إكس كوساين 300 تي، بالنظام الأممي للوحدات. طبعا أنا أعرفها هي شو تمثل لي شكلها. find the amplitude رايد السعة، frequency wavelength and the velocity of the component والسرعة for traveling wave، and also find the separation notes الفاصلة بمن؟ للعقد. comparing this wave function for the general case، هسا أجي أقارن، لازم أجي معادلتي اللي هي y شو يساوي لنا؟ 2a sin kx cosine wt، 2a ايش قد؟ بوينت اربعة بالالف، تمام جواها. اذا ال a الامبليتيود ايش قد؟ بوينت اربعين بالالف على ايش قد؟ على اثنين، واللي هو بوينت اثنين بالالف متر، واللي هو ايش يمثل؟ اثنين ملي متر، لان قسمت ضربتها في الف، اثنين ملي متر، حتى لو تبقى بهاي القيمة مو مشكلة. زين sin kx مية، اذا ال k ايش قد؟ مية. أنا إيش رايد مني؟ الطول الموجي wave length اللي هو اثنين باي على لمدة الكي، إذا اللمدة اثنين باي على إيش قد؟ على مية الكي، وتطلع لي بوينت ثلاثة وستين بالألف متر،
اللي هو 6.3 سنتيمتر. بعد ايش رايد مني؟ on the velocity of the component. هسه انا ايش عندي؟ frequency. frequency منين؟ من ال W. ال frequency ال W 600. احنا ال frequency هذا ال angular frequency، تردد الزاوي. فانا اريد 2 باي اف، شو يساوي لنا 600؟ W 2 باي اف. اذا ال F شو يساوي لنا؟ W على 2 باي، W 600 على 2 باي، واللي هو 96 هرتز. بعد ايش رايد مني؟ the velocity of the component traveling wave، يعني ال V. ال V شو يساوي لنا؟ F في اللمدا، تمام؟ وهي العلاقة الشهيرة. F ايش قد طلعتوها؟ 96 هرتز في 0.63 متر، غربون هنا تطلع لك السرعة متر لكل ثانية. بعد ايش رايد مني؟ separation of the nodes، الفاصلة علما ليه؟ separation of the nodes شو نمثل لي؟ الفاصلة للعقد، يعني اللي هو ايش قد؟ لمدة على 2، لمدة على 2 ايش قد لمدة؟ 6.3 على 2، لأن بين عقدة وعقدة ايش قد قلنا؟ بين عقدة وعقدة يساوي لنا اقسمها على 2، مسافتها هي نصف الطول الموجي، 3.1 سنتي، 3.1 سنتي متر. mode of vibration، أنماط الاهتزاز. هذه نبقى نكملها الأسبوع الجاي. لهنا نتوقف محاضرتنا، بس تعرفنا على الستاندينج ويف، وهذه الأسبوع الجاي، وراح أنزل وياها الملحق مالت التراكم. لهنا ننهي محاضرتنا. أي سؤال شباب؟